بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وصلنا بمادة التربية الإسلامية إلى الوحدة الخامسة. اليوم رح ناخذ الدرس الأول من الوحدة الخامسة، هي سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الآن نشرح الصورة. قوله تعالى والشمس وضحاها، أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس وضحى الشمس، والقمر إذا تلاها أي القمر إذا اتبعها، والنهار إذا جلاها جلاها أي النهار إذا ظهر وغطى الأرض وما فيها، والليل إذا يغشاها أي الليل وقدرته على حجب ضوء الشمس فتصبح الآفاق سوداء مظلمة، والأرض وما طحاها أي الأرض كيف جعلها منبسطة كالفراش، والسماء وما بناها أي السماء وقدرة الله سبحانه وتعالى على بناء هذه السماء، ونفس وما سواها أي قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق النفس الإنسانية فعدلها وسوى أعضاءها. إذن ما يجينا سؤال وزاري، بماذا أقسم الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس؟ أقسم الله بالشمس وضحى الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس التي خلقها، فألهمها فجورها وتقواها أي بيّن لهذه النفس طريق الشر وطريق الخير. قد أفلح من زكاها أي قد أفلح من طهر نفسه وأصلحها بطاعة الله والأعمال الصالحة، وقد خاب من دساها، أما الذي لا يطهر نفسه ولا يعمل الأعمال الصالحة فقد ظلم نفسه وأهلكها. كذب ثمود بطغواها، ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عن قبيلة اسمها قبيلة ثمود، كانت لا تؤمن بالله وتعبد الأصنام، فأرسل الله لهم نبي اسمه صالح يأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام، إلا أن قبيلة ثمود طلبوا من نبيهم أن يأتيهم بمعجزة، واقترحوا له أن تكون هذه المعجزة هي ناقة عظيمة تخرج من خلف الصخرة، ووصفوها له وقالوا له إن استطعت أن تأتي بهذه المعجزة آمنا بك، فدعا صالح ربه فاستجاب له الله وأخرج لهم ناقة كما أرادوها، فقال لهم صالح إن لهذه الناقة يوما تشرب فيه الماء ولكم يوم فلا تزاحموها. كان بئر عند قوم ثمود، كان بئر ماء، فقال لهم صالح نبي الله صالح إن لهذه الناقة يوم ولكم يوم لا تزاحموها، لكن أشرار قبيلة ثمود طغوا ولم يسمعوا كلام نبيهم، وحملهم ذلك على تكذيب نبيهم، فجاء أشقاها. إذن بعث أشقاها، أشقاها منه شخص اسمه قدار ابن سالف، وقال أنا راح أذبح الناقة. قال يا نبي الله إن أشقى الأولين هو قدار ابن سالف، فقال لهم نبي الله ناقة الله، أي عندما رآهم صالح قال إن هذه ناقة الله لا تذبحوها، حذرهم أن يذبحوا ناقة الله، فكذبوه فعقروها أي كذبوا صالحا ولم يلتفتوا إلى كلامه وتحذيره لهم بعذاب الله، فقتلوا الناقة، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب خلال 3 أيام. أول يوم قتلوا في الناقة جعل الله وجوههم صفراء شديدة الصفرة جميعهم، ثاني يوم أصبحت وجوههم حمراء، ثالث يوم أصبحت وجوههم سوداء، وأرسل عليهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض،
فماتوا جميعهم. إذن عذاب قوم ثمود كان الاستئصال. شنو معنى الاستئصال؟ أي إنهم جميعا ماتوا، لم ينجي منهم أحد. زين ست، ليش عذابهم الاستئصال؟ ليش كلهم ماتوا؟ هم هو قدار ابن سالف اللي ذبح الناقة، ليش كلهم الله سبحانه وتعالى عذبهم؟ الله سبحانه وتعالى عذبهم لأنهم قبلوا بفعله، رضوا بفعل قدار ابن سالف، هم اللي شجعوه على قتل الناقة، هم اللي طلبوا من عنده أن يقتل الناقة، لم يكذبوا، ما قالوا له أنه هذه معجزة الله، هذه ناقة الله، معجزة نبينا، إلنا ما يصير تقتلها، لازم نؤمن بالله، لا، سكتوا وقبلوا به ورضوا بفعلته، لهذا عذبهم الله سبحانه وتعالى، وكان عذابهم الاستئصال.